السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أخبار قناة عبير عامر. يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد بعمله تعرفوه أول بأول، ومتنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. إنقاذ طائم سفينة لبنانية قبل غرقها بالقرب من ميناء اسكندرية. خبر بيقول تمكنت الجهات المختصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية من إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء اسكندرية. تلقت هيئة ميناء الإسكندرية بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إشارة استغاثة من السفينة إلى لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و 900 كيلو جرام حديد خردة، وانتقل على الفور رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 متر وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، حيث تم إنقاذ الطاقم المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية. تبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها. تم إنقاذ الطاقم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة تحديد سبب غرقها ومدى حدوث تلوث بيئي.